كبير جدا، وحاجة بتزود قيمة الكرة المصرية، خاصة ان هي تلعب في دولة كبيرة على المستوى السياسي والمستوى الرياضي بتساند مصر، ودولة فيها كل الإبهار ونجاح أي بطولة بالإمكانيات اللي موجودة عندها، وقبليه ده كله حبهم لمصر والرياضة المصرية. تاني حاجة، مجرد ان النادي الاهلي باسمه الكبير وبطولاته، واني متواجد في بطولة اكيد طبعا بتبقى حاجة كبيرة، ومجرد ان احنا كنادي المصري ان احنا مشاركة دي قبل الماتش ما تلعب، دي بالنسبة لنا بطولة، لان احنا وانجاز كبير ان احنا وصلنا للسوبر، وصلنا ان احنا نقابل قطب كبير من الكرة المصرية هو النادي الاهلي بإمكانياته الكبيرة، بغض النظر عن النتيجة أو عن ما يحدث في نتيجة المباراة، لكن أنا بشوف إن هي بطولة في معناها المشاركة، لمجرد وجود تواجد الجماهير المصرية خارج الوطن أو الجماهير العربية وخاصة جماهير الإمارات، أعتقد فعلا حاجة عظيمة. نتمنى ان احنا حتى بعد وصول كاس العالم، الكره المصريه وصولها كاس العالم، نتمنى ان احنا نأدي باداء بشكل جيد احنا الفرقتين. ده حدث كبير جدا، و يعني اي حاجه في الفتره الحاليه ان هي تتطور وتساعد وتساند الاقتصاد المصري والرؤيه المصريه الخارجيه، اعتقد ده حاجه مهمه جدا. مع فريق كبير زي اتلتيكو مدريد والنادي الاهلي، فريق كبير لا يقل، بالعكس النادي الاهلي كبير ببطولاته وبتاريخه، اعتقد ان حاجه مهمه جدا. وتواجد كل اللاعبين العرب او اللاعبين اللي موجودين مع النادي الاهلي او اللاعبين في اتلتيكو مدريد، ده مكسب كبير للرياضه المصريه، ومكسب كبير للرؤيه المصريه خارج الوطن بالنسبه لنا في اوروبا، دي حاجه كويسه. يعني شايف طبعا مباراه جميله كبيره جدا جدا جدا. اللي متابع الكره العالميه او الاوروبيه او الكره الاسبانيه يعرف انت بتلعب تقريبا ثالث اكبر فريق في اسبانيا بعد ريال مدريد وبرشلونه. لما يجي يبقى موجود في مصر بكامل نجومه ويقابل النادي الاهلي ويلعب في مصر، حاجة كويسة، تدي رسالة كبيرة جدا، واحنا مش محتاجين تدي رسالة، لأن احنا خلاص بقى زينا حتة تدي رسالة لمصر أمان. مصر أمان غصب عن أي حد، بدليل الناس الموجودة فيها، بدليل نشوف شرم الشيخ وشوف الغردقة وشوف الأقصر وشوف أسوان وشوف، فالحتة دي الحمد لله خلص. بس هي بتكلم من الناحية الرياضية، ان نرجع تاني لايام زمان، ايام حتى الماتشات الابيض والاسود اللي كنت اتفرج عليها، بايرن ميونخ موجود عندك، مانشستر، مش عارف ريال مدريد، الفرق الكبيره، الفرق الانجليزيه، فرق كتيره، في فرق كبيره. انا عن نفسي مونش جلادباخ، حاجات في المانيا، انا عن نفسي لعبت الماتشات دي، فهي يعني انا شايف ان حاجه كويسه جدا.